تبين أن عدد من يحق له ممارسة الانتخاب داخل الجمهورية العربية السورية من 1,834,994. مارس حقه في الاقتراع 5,085,444 مقترعا، بلغت النسبة 57.56%. قطاع بي، أحمد زيتون، زياد سكري، ريمون هلال، محمد خير سريول. قطاع بي، محمد ماهر موقع ابن محمد، معن قنبور ابن إبراهيم، محمد جلال درويش ابن عبد الغني، فارس شهابي ابن أحمد. You have seen the whole.